برضه عزيزه عطوفه نورت المغرب. تعال بقى معرفك على النعجه الرئيسه الكبيره ها عشان تقول لها الف حمد لله على السلامه. انت الامانه يا يارا. بعد اذنك يا رئيسه انا كنت عايز بس اعرفك على عاطف بيه. عاطف بيه صاحبي واخويا وحبيبي واد ابن بلد وهيعجبك قوي. ده تلميذ في كليه الاداب بسم الله ما شاء الله الله اكبر وصديق شخصي لاكبر كباتن كره في مصر. باين من النظافه والريحه. الحمد لله على السلامه يا رئيسه. الله يسلمك يا قمر. ولا رجب امور يا رئيسة عملت معاه الواجب ولا هتفضحني وتقصر رقبتي؟ لا يا رئيسة ما فيش الكلام ده. لا عملت معاه طبعا الواجب. الله بقول لك عاطف بيه ده اخويا مش غريب وبعدين نعمل معاه الف واجب كمان. استاذنك انا دلوقتي بس. السلامة يلا عطوفي. تبقى ساكن هنا؟ اه شويه هنا وشويه هناك. هناك فين يعني؟ هناك دي بالنسبه لي عطوفه اللي هي اي حته البلد كلها بتاعته من كراكون ادع اسم لحد الهيلتون. الهيلتون السجن يعني؟ سجن ايه يا عطوفه كفالة الشر. الله الهيلتون يا جدع. الهيلتون الهيلتون اللي هو بحقه حقيقي بتاع السياح والاجانب بتاع الحمام الابيض. ايه الحمام الابيض ده؟ لا اله الا الله. الاخوه الاشقاء العرب الجلابيه البيضاء والعقال والدشداشه كده يعني. طب وانت بقى بتبات في الهيلتون ازاي يعني؟ يا اخويا قدام الهيلتون وعلى النيل وحياتي. انا اصلي جدتي ما بيلبش عليها هوا التبكير. كمان يا جيه. هات يا اسطى. ايه ده؟ كاميرا؟ اه كاميرا. الله عشان تصورني بيها وانا في النادي. بس تاخدها بقى ليك انت بقى بعد كده لو عايز. بس بقول لك ايه يا عطوفه؟ انا عايزك النهارده بقى تغرق الدنيا كلها تصاوير. بقول لك ايه يا اسطى؟ مش هي دي البت اللي انت جبتها لي وبلاش؟ ايوه هي بلاش فضايح. هي بتشتغل معاكوا هنا؟ ايوه. تصدق بقى لو انا كنت اعرف انك بتشتغل هنا كنت هتعمل ايه يا احمد؟ اللي كان موجود ولا كنت عايزني اجيب لك واحده من الاوبرج؟ الله. طب تصدق بالله انا جايب لك انضف حاجه. كل ده يطلع منك يا بنت الايه؟ انت اول مره تشوفها بترقص؟ ها؟ اول مره تشوفها بترقص؟ كانت مخبيه فين كل ده؟